هاجم المسلمون القاتلة وتركوا ذهب الإله ونهبوا القرابين. سوف أخرج لهم بسيف، أقطع رؤوسهم وأجيء بها إلى المعبد. لا لا تفعل يا كامل، لا تفعل. أتخافين عليهم بعد ما فعلوه؟ بل أخاف عليك أنت، إنهم مقاتلون أشداء. لا تخافي، لن يصيبني شيء. أمه علميني تلك التعاويذ التي أقولها فترد سهامهم عني وتنكسر سيوفهم قبل أن تلمس جسدي. لا، يريدك الإله للخدمة في محرابه، أما الدفاع عن ديني فيقوم به غيرك. نعم، الكاهنة أدرى بما تفعل، وهي وحدها التي تستطيع أن تتحدث إلى ديونيس وهو يتحدث إليها. كيف؟ كيف يجرؤ المسلمون على اغتصاب خرابين الإله وحق ديونيس؟ لأجمعن المغرب على قتالهم حتى لا أبقي واحدا منهم. وأمي؟ لم يعد لك أم، قطع ديونيس ما بينك وبينها. لو عرفت فعلتهم ما كانت توافقهم. ما زلت تذكرينها وتدافعين عنها؟ تذكرتها على غير قصد مني، لن أفعل ذلك مرة أخرى، لن أفعل ذلك مرة أخرى. يا ديونيس، يا ديونيس، لا تطردها من خدمتك ولا تنزل بها لعنتك. اذهبي إليه في محرابي وسأليه العفو. الليلة موعدي للسهر على خدمتك. تحتملين غضب ديونيس حتى يحل المساء. اذهبي الآن فورا، اذهبي. أمه ترفقي بها. تنجذب لأمها ودين أمها، حسبتك تردها. إنها لا تحب الإسلام، ولكنها صبية، صبية تتعلق بأمها. أراك تدافع عنها وتشفق عليها. إنما نعمل معا في خدمة الإله. ولكن ذلك لا يسقط الفوارق بينكما. فوارق؟ أي فارق؟ كان أبوها شريك شيخ لواتا. ولكن أمها خارجة، هي الداعية لدين الإسلام بين نساء البدو. خمسة من نساء البدو جئنا هذا الصباح يطلبن الدخول في الإسلام، بعدما عرفنا أنه رفع مكانة المرأة وساوى بينها وبين الرجل. يا خارجة، الله خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فالرجل والمرأة أحدهما من الآخر. شرحت لهن هذا الدين بمقدار ما أعرف فاقتنعن به. بارك الله دعوتك. آه، لو تدرين يا خارجة كم ينتظرك من أجر عظيم. أكثر من 70 امرأة وفتاة دخلن الإسلام بعدما حدثتهن عنه. وددت يا ابن قيس لو كانت ابنتي أوطار واحدة منهن. خارجة، لا تقنطي من رحمة الله. أخاف كلما يمر الوقت أن يستقر الضلال في أعماقها بعدما جعلها عمها كاهنة لديونيس. تمنيت أن أراها وأن أحدثها مرة واحدة. يا خارجة، يا زوجتي، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. كم تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهداية لبعض أقاربه، فأجابه سبحانه وتعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اسألي الله أن يهديها، فهو وحده القادر على كل شيء. يا رب. كل قبائل المغرب لا تعرف شيئا عن شيمون؟ فأين هي؟ أين ذهبت؟ هي باليقين في يد العرب، اختطفوها لتكون رهينة في يدهم بعدما عرفوا أننا نستعد لقتالهم.
صار المغرب تابعا لنا، وعلينا أن نرسل بالإمداد الذي يطلبه عقبة. ما دام المغرب صار تابعا لنا، فلما تأخر عقبة في أن يرسل بنصيب والي مصر من الجزية وغنائم الحرب؟ نحو 1000 من البدو دخلوا الإسلام وتحمسوا له، إنما ينقصهم المال لشراء السلاح والدواب وما يتركونه لنفقة أهلهم. لنؤجل نصيب والي مصر من الجزية والغنائم حتى تساهم في إعداد وتجهيز المجاهدين. كيف ننقل عقبة نصيب الوالي من الغنائم والجزية؟ ربما يحتاج المال لفتح المزيد من بلاد المغرب. من أذن له بمواصلة الفتح؟ عقبة يا سيد الحاكم شديد الحماس للإسلام، ولا يبالي أبدا بما يصيبه في سبيل الله. فليفعل ما يشاء بنفسه، ولكني لا أقبل المغامرة بأرواح المجاهدين في حرب لا نعرف نتائجها. صدقت يا سيد الحاكم، صدقت. ليس المغرب كغيره من البلاد، إن طبيعته وعرة وأهله غادرون. رحم الله الخليفة عمر بن الخطاب، رفض غزو المغرب حفاظا على أرواح المسلمين. لن يكون هذا الغزو حتى نستعد له. عفوا يا سيد الحاكم، إنما أنا معني بالخراج ولا شأن لي بأمور الحكم والسياسة، ولكني أعرف أن عقبة صلب عنيد لا يقبل من يراجعه. ما هذا الذي تقول؟ كان أبو المهاجر دينار رفيق عقبة في فتح المغرب ومن أقرب أصدقائه إلي، ولكنه عندما خالف أعاده إلى مصر. لست أبا المهاجر دينار، فالمغرب تابع لي، أسنده الخليفة إلي، وبوسعي أن أعزل عقبة وقتما أشاء. لا تعزله يا سيد الحاكم حتى تجد من يشغل مكانه. أحوال المسلمين مضطربة هناك، ومن اللازم أن من يتولى القيادة لابد أن يعرف طبائع المغرب وأحوال أهله. من ذا الظلول الأنسب؟ ألا تعطي عقبة فرصة أخرى؟ أنا أعرف أنه صلب عنيد وينفرد بالحكم ولا يقبل من يراجعه، قد يغير من طبيعته وقد يوائم من نفسه. أسألك، من تراه الأنسب لقيادة المسلمين في المغرب؟ ليس سوى أبي المهاجر دينار، فله دراية واسعة بأحوال المغرب، وفضلا عن ذلك فهو يتصف بالحكمة والطاعة لولي الأمر. ولكني يا سيدي الحاكم أنصح بالتريث في أمر كهذا لا نعرف عواقبه. أبلغ أبا المهاجر أنني أسندت إليه إمارة المغرب، ولجئني غدا نتشاور فيما يجب عليه. أما وجد غيرك يحارب به عقبة، تركت المغرب حتى لا تصادمه، وها هم يدفعونك إلى مواجهتي. أنا أعرف أن عقبة ليس الأصلح لقيادة المجاهدين في المغرب، ولكنني لا أريد أن أخلفه، فليبحثه للإمارة عن غيري. أبلغ الحاكم بما تراه. لابد أن أجد سببا للاعتذار، ليس من اللائق أن أتخلى عن تكليف كهذا يعرف الجميع أنني قادر عليه. أبو المهاجر، أخبره بصداقتك لعقبة وحرصك عليها. صداقتي لعقبة، هذا سبب يكفي يا رقية؟ ما الذي يدور في رأسك يا أبا المهاجر؟ يعلم الله أنني لا أطمع في إمارة المغرب ولا أريدها، ولكنني أخشى أن يحاسبني الله بعد أن ساقها إلي فأعرضت عنها. كأنك تفكر في قبولها. ليلة أقوم لله أسأله الخير فيما يختاره لي. هذا كتابي يعزل عقبة ويسند الإمارة إليك، أنت الخبير بالمغرب وأحواله. قبل أن أعرف يا سيدي الحاكم لماذا اخترتني، أريد أن أعرف أولا لماذا تعزل عقبة. استثار عداء القبائل فجمعوا له، وبدلا من أن يعيد النظر في سياساته
أصر على قتالهم، أخاف أن تدور الدائرة على العرب ولا يبقى لهم أثر في المغرب. ليس هناك من تعهد إليه الإمارة غيري؟ أترى الصواب فيما يفعله عقبة؟ لا، أنا لا أوافقه، ولكنني في نفس الوقت لا أريد أن أفقد مودته. تحرص على مودته ولا تحرص على دماء المسلمين وأرواحهم عندما تذهب سدى؟ أستطيع يا سيدي الحاكم أن أقدم النصح لمن تختاره للمغرب بما ينبغي أن يفعله مع القبائل. أليس الأولى أن تفعل ما أنت مقتنع به؟ سمعت أنك تقي صالح، فكيف تؤثر صداقة عقبة على صالح الإسلام والمسلمين؟ أما قرأت قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله العظيم. أعطيني الكتاب يا سيد الحاكم، سأذهب به إلى عقبة وليوفقنا الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين. لدينا 30,000 من رجال القبائل وجنود الروم، أتوافقين على أن يقودهم حسينة؟ فهو الأعرف بمواقع العرب وأساليبهم. ما عدت أخاصم قسيلة، إنما يهمني تأديب العرب بعد أن تجرأوا على قرابين ديونيس. أين ابن وحشي؟ ما عاد يتردد على مجلسنا. إيه، أما زال جرح غزوة الجبل يمنعه من لقائنا؟ لقد شفي من جرحه، ولكنه منعزل في داره، يغالبه ضيق لا أعرف سببا له. أسقى الزرع، أردت أن أعاون بشيء، فلا ينبغي أن نأخذ دون أن نعطي. ما عدنا نأخذ ونعطي، الأغلب أنه يريدون أن نغادر الدار. إنه يتزعم البدو المسلمين، فكيف يأوي في داري من هم على غير دينه؟ وأين نذهب إذن يا سيمون؟ إلى الصحراء، نموت جوعا وعطشا. سيمون، حان الوقت لتنفذي ما أطلبه منك. عودي إلى أبيك الحاكم، فمهما كان غضبه سيصفح عنك بعد حين. وأنت، أنسيت أنك زوجي؟ سيقتلونني عندما أسلم نفسي، وستصبحين حرة بعد موتي. أكان لي أن أفعل ما فعلت؟ قد أعماني الحب عن رؤية الصواب. لا تقل الحب، لا أطيق سماع هذه الكلمة. قتلتني بها وقتلت نفسك. سيبون، قولي لي ماذا أفعل؟ أي مخرج تريناه لن أتردد فيه؟ ما عاد هناك مخرج، نحن على طريق لا عودة منه. ليتني ما أغريتك بالذهاب معي، وليتك ما استجبت لي. لماذا طوعتني يا سيمون؟ لماذا طوعتني؟ هيا لنرى ما يطلبه صاحب الدار. تفضل. تقول ألفونسو انك جندي في جيش الروم، فررت منهم بعدما اساءوا معاملتك. ما رأيك في عمل يتفق معك؟ هذا ما أتمناه. تلتحق بجيش البدو الذي نجهزه. البدو المسلمون، أليس كذلك؟
نعم، وسيكون لك نصيبك من الأموال والغنائم. لكني لست مسلما. لك سهم المقاتل. ومن هم الذين يحاربهم هذا الجيش؟ كل من يعتدي على المسلمين من البدو أو الروم. تريدون أن نقاتل الروم دفاعا عن العرب؟ نحارب إخواننا من أجل الإسلام؟ أما عرفت يا ابنتي أن الأقباط في مصر انضموا إلى المسلمين لمحاربة الروم؟ نحن لا نبيع أهلنا ولا نكفر بديننا. غدا عندما يطلع الفجر سنترك الدار. هيا يا ألفونسو. انتظر انتظر، لا أجبركما على ما لا تريدان. ما رأيكما في عرض آخر؟ تبقيان معنا في الدار، تقومان بشؤونها وترعيان أمي. سوف أخرج كثيرا إلى الصحراء أجمع المسلمين من البدو. نوافق على شرط ألا يحدثنا أحد عن الإسلام أو يطلب منا الدخول فيه. لكما ذلك، عودا إلى حجرتكما. ما هذا؟ كيف تقبل منهما هذا العناد؟ أفضل البقاء وحدي، وربما وجدت امرأة مسلمة تؤنس وحدتي. أول ما عرفناه من أبي المهاجر أنه لا إكراه في الدين. أنا لا أريد أن أرغمهما على الإسلام، ولكني لا أقدم الطعام والمأوى لمن يرفض الدخول فيه. دعيني أتلو عليك آية كريمة صدفتها عندما كنت أقرأ كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما قولك يا أمه؟ أي قول بعد كلام الله؟ الرماة من البرانس يأخذون مواقعهم على جبل الزيتون، ونحو 5000 فارس من قبيلة أوربة ينزلون سهل الجباس. وأين جند الروم؟ ما ظهروا بعد. أغلب الظن أنهم يجيئون بسفنهم من البحر لمحاصرة القيروان من ناحية الشمال. لن ندعهم يحكمون الحصار من حولنا، لابد أن نبادر بهجومهم. إنهم يتحصنون في مواقعهم، وأعدادهم تزيد عنا أضعافا مضاعفة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأين يقع مركز قيادة هذا التحالف؟ كسيلة ورابو وأعداد من مشايخ القبائل ينزلون خيمة وراء الجبل. فلنبدأ بهم، فإن وفقنا الله وقضينا عليهم تخبط رجالهم وتفرقوا. كيف الوصول إليهم؟ إنهم محاطون بالرماة من كل جانب، لن يفلت من الموت من يهاجمهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من يخرج معي؟ إن هي إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. ألا معك يا عطبة، لا أحب التراجع وأتمنى الشهادة في سبيل الله. أما أنا فأقود سرية المهاجمة بدلا منك يا عقبة. لست بأحرص مني على الشهادة. أنت أمير الجماعة في المغرب، حياتك ترتبط بمعنويات الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوحشتنا كثيرا يا أبا المهاجر. مرحبا يا أخي، ما أخبار الإمدادات التي طلبناها؟ حاكم مصر لا يرى ضرورة لها. يرى ضرورة لها؟ كيف؟ الروم والبربر بقيادة كسيلة يحاصرون القيروان، ولابد لنا من كسر هذا الحصار. أعدادهم تزيد علينا ب5 أضعاف، وهم يكنون بالجبال ويختفون في المغارات. كان كسيلة حليفا لنا، فكيف صار على رأس أعدائنا؟ لا تثر خلافات انتهينا منها. لقد وضعنا خطط الهجوم، فلا تثبط الهمم. أناشدك الله يا عقبة أن تعيد النظر فيما أنت مقبل عليه. أخاف أن يقدم المسلمون أرواحهم مقابل الهزيمة وليس النصر. ليس هذا وقت جدال. إما أن تساعدنا فيما اتفقنا عليه أو فلتعتزلنا. لا أعينكم ولا أعتزلكم،
ولكنني أمنع خروج جيش المسلمين لحربهم. تمنع جيش المسلمين؟ هذا قرار أمير الجماعة. وذلك بالفعل يا عقبة، وأنا أمير الجماعة. هذا كتاب حاكم مصر يعزلك عن قيادة المسلمين في المغرب ويسندها. ألفان من جنود الروم في سفنهم وصلوا الميناء. أولما يأخذون مكانهم على الساحل نبدأ الهجوم على القيروان. لا أرى أن نبادرهم بالهجوم، ولكن علينا أن ننتظر هجومهم حتى ترتفع خسائرهم. ما أظنهم يبدأون الهجوم، سوف يكتفون بتحصين مواقعهم في القيروان. أنا أعرف بالعرب، لقد حالفتهم، إنهم لا يطيقون الصبر، حماسهم دائما يدفعهم إلى المبادرة بالهجوم. سوف يجدون في انتظارهم 40,000 مقاتل بالسهام والحراب والسيوف. هذه المرة لن يفلت واحد منهم. لا، بل 20,000 فقط يشتبكون معهم. والنصف الآخر من الجيش يدخل المعركة قبيل نهايتها ليواجه جنود العرب بعد أن يكونوا قد أنهكهم القتال وغلبهم الإجهاد. هذا تدبيرك مع صهرك حسان، بعد أن آل الأمر لحزب عثمان وتولى الخلافة معاوية. والله لا دخل لحسان في شيء كهذا ولا يعلم به. على أي حال، أنا لن أتنازل عن الإمارة قبل أن أخرج بالجيش لملاقاة الروم والبربر. ليس هذا لك يا عقبة. لقد أعددت المجاهدين والتدابير، ولم تبقى غير ساعات على المعركة، كيف أترك مكاني في مثل هذا الوقت؟ يا عقبة، ألا تعرف أن خالد بن الوليد بعدما حقق أعظم النصر في معركة اليرموك جاءه كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يعزله فيه عن قيادة الجيش ويضع مكانه أبا عبيدة بن الجراح؟ فامتثل خالد وصار جنديا في جيش كان هو له قائدا. وإذا يا ابن قيس، أنت ترضى بقرار حاكم مصر؟ كلنا يقدرك ويحبك يا عقبة، ولكننا ملتزمون بالطاعة لولي الأمر. ليست بالطاعة لولي الأمر، إنه إلا الحرص على أنفسكم وأموالكم، ذلك ما أقعدكم. ولكني سأخرج للجند أدعوهم لمواصلة الجهاد. انتظر يا عقبة، ليس لك أن تثير الفتن. لن يمنعني أحد، المجاهدون لا يعرفون قائدا غيري. بالله عليك يا عقبة، لا ترغمني على ما أكره. افعل ما شئت، أنا أطلب الشهادة في سبيل الله، ليكن ذلك بيدك أو بيد العدو. عد إلى دارك يا عقبة، لا تخرج منها ولا يلقاك أحد فيها. أهكذا تكون النهاية بيننا أبا المهاجر؟ مصلحة المسلمين والإسلام فوق كل ما بيننا. بوسعي أن أقاتلك حتى الموت، لا أستسلم لك، ولكني لن أفعلها. سأعود إلى داري وأنتضع الحراس من حولها يمنعونني من الخروج، ولكن حين يسألني ربي يوم القيامة ما الذي أقعدك يا عقبة، سأقول له
من أني أبو المهاجر؟ بالله عليك يا عقبة، لا تستعدي علي ربك، فأنت مستجاب الدعوة. إلهي، إن كان أبو المهاجر على حق فانصره علي، وإن كنت أنا على حق فانصرني عليه. أبا المهاجر، آلاف المجاهدين ينتظرون الرأي، فماذا نحن فاعلون؟ تقولون إن كسيلة يقود قوة التحالف التي تحاصر القيروان. أجل، كانت تجمعني به مودة ويربطني به عقد الأمان الذي ألغاه عقبة. ما رأيكم لو حاولت إقناعه بالصلح بيننا؟ الصلح خير يا أبا المهاجر. هو أفضل من معركة غير متكافئة. أنا أرفض الصلح وأوثر الشهادة في سبيل الله، مرحبا بالشهادة في مكانها وزمانها، ولكنها لا تمنعنا من البحث عن مخرج يحفظ للمسلمين دماءهم ولا يفرط في دينهم. عقبة الذي فتح بلاد المغرب وقام مدينة القيروان للمسلمين، عقبة الذي رفع رايات التوحيد عاليا في بلاد الشرك وعبادة الأوثان، انتهي به الأمر إلى هذا المآل؟ أحبس في داري؟ عقبة، ما فعلت ذلك لأجله؟ أن الروم أو البربر هم الذين فعلوها ما كنت أبالي، أما أن يفعلها أبو المهاجر فتلك هي الطعنة التي أدمى لها قلبي. ما كان له أن يقبل إمارة المغرب بدلا منك، نجح مسعيهم في الوقيعة بينكم. والله ما آسف على إمارة، ولكن على ما آل إليه الإسلام. لن تجدي سياسة المهادنة التي يريدها، سوف تخرج الحياة من جحورها والذئاب من أوكارها، ولن يكون للإسلام أثر في هذه البلاد. كيف الأحوال يا ابن قيس؟ الأحوال لا تصر يا ابن وحشي، ما أفلحت جهود الصلح بين عقبة وأبي المهاجر، والخلاف بينهما يشتد ويعنف. تزيدني هما على همي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي أصابك يا ابن وحشي؟ منذ عدت من غزوة الجبل انعزلت في دارك واستسلمت للحزن والكآبة، ونحن أحوج ما نكون إليك يا أخي. ما عاد عندي ما أستطيع أن أقدمه. أكل هذا اليأس والإحباط لجرح أصابك وشفيت منه والحمد لله؟ ليتني أشفى يا ابن قيس، بعض الجروح لا شفاء منها. ابن وحشي، ألا تصارحني بما يضايقك؟ قد
قتل أبي وحشي حمزة سيد الشهداء، كان وقتها كافرا بالله، كان له دوافعه، فأي دافع للمؤمن في ارتكاب الذنب؟ أي ذنب؟ خرجت لغزوة في سبيل الله فقتلت الكفار وعدت للمسلمين بأوفر الغنائم. ليت الله يحاسبنا على ما يظهر منا. تعرف يا ابن قيس لماذا يكون الحساب عسيرا يوم القيامة؟ لأن الله يعلم السر وأخفى. أصارحك يا ابن وحشي، أنا لا أفهمك، هناك ما تخفيه في نفسك. لا تتعجل يا ابن قيس، لا تتعجل، ربما كشف الله ما خفي مني. ما رأيك يا كسيلة حقنا للدماء أن نعود إلى عهدنا السابق؟ أي عهد؟ العهد الذي ألغاه عقبة، ومن يضمن عدم إلغائه مرة أخرى؟ لقد صارت إمارة المغرب لي، وما عاد أحد ينقض ما أراه. لا، لقد اختلف الحال عما كان عليه يا أبا المهاجر، فلم يعد المسلمون ينحصرون في بقعة بذاتها، ولكنهم ينتشرون في المغرب كله. هناك غياث بن ملجم في وادي الشجر يستجمع البدو لمحاربة الروم والبربر. عندما نبرم العهد بيننا أكتب له ولغيره للالتزام بالاتفاق. وماذا عن سراياكم التي تهاجم القوافل وتنهب الغنائم؟ لقد أخذوا قرابين الإله ديونيس، ولن تقبل الكاهنة سلاما حتى تعيدوا لنا ما سلبتموه. كيف نعيد الطعام والأغنام التي تم ذبحها وتوزيعها؟ إنما نقصد أكياس الذهب، 3 أكياس من الذهب كانت بين القرابين. فهمت، نردها لكم. هل بقي شيء آخر؟ وما الذي تريدون الاتفاق عليه؟ لا نهاجمكم ولا تهاجموننا، لا نرغم أحدا على الدخول في الإسلام ولا تمنعون أحدا عنه، هذه شروطنا. يا أبا المهاجر، ليس لك أن تضع الشروط، تعرف أننا نحاصركم بقوة تزيد عنكم أضعاف أضعافكم. والله لا أعرض الاتفاق فرارا أو خوفا من القتال، فالشهادة في سبيل الله هي غايتنا وهدفنا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلينا السلام وجعله تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. وماذا تقول الروم في الاتفاق؟ فليكن مؤقتا ولمدة عام واحد، بعدها نعاود النظر فيه. وأنت يا ميمان، ما رأي قبائلكم؟ لا نقبله أو نرفضه حتى نعرف رأي الإله ديونيس فيه. يا ديونيس، يا إله الآلهة، يا رب الأرباب، ما رأيك في العهد مع العرب؟ يرفض ولا يقبل العهد. نسأله مرة أخرى. عليهم أن يعيدوا الذهب قبل أن نعاود سؤاله.
يخاف أن ينفذ الاتفاق بين العرب وأوروبا، يعود الصراع بينهما. لن يقدر العرب على حربنا. لو نشبت الحرب فلن يسلم واحد منهم. نعم، هذا ما أخشاه. تخافين ما يحدث للمسلمين؟ هم واحدة منهم. أوتار، لا تقلقي، أول ما يعود ذهب الإله ويسود السلام سوف تعود صلتك بأمك. الكهنة يريدون الحرب حتى تتدفق الغنائم على الإله. ما أظنهم يقبلون الاتفاق مع المسلمين بأي حال من الأحوال. الكهنة لا شأن لهم، إنهم ينفذون رغبات الإله. بل الإله ينفذ رغباتهم. كيف يا أوتار؟ لقد رفع ديونيسو يده معترضا على الاتفاق عندما سألته أمي. ما هو الذي رفعها؟ نعم، كنت نائمة في الغرفة المجاورة للمحراب ورأيت الكهنة في الظلام وهم يرفعون يد الإله قبل أن تجيء الكاهنة لتسأله. أنت لا تؤمنين بديونيس. كانت أمي على حق عندما تخوفت من اقتناعك بإله العرب. لا أعرف إله العرب ولا أؤمن به، ولكن ديونيس يترك الأمر لكهنته. لقد رأيتهم وهم يأكلون القرابين المقدمة إليه. ما رأيت شيئا، ولكنها الأرواح الشريرة تسيطر على عقلك وتوهمك بما لا يحدث. هيا سأخذك للكهنة أمي تشفيك مما أنت فيه. لا تأخذني إليها، لا تقل لها شيئا، لست واثقة مما أقول. لا تقل لها شيئا. عما تتحدثين؟ كانت أوتار تبدي أسفها على خطيئة أمها التي تركت عبادة ديونيس. خدعها العرب بدينهم. ليتك تجئين بها إلى محراب ديونيس. نعم، لو رأته لتغير حالها، أنا واثقة. أما زلت تشتاقين إليها؟ بل أريدها أن تعود لعبادة الإله. بعدما ينفذ الاتفاق مع المسلمين ويسود السلام يمكن أن تجيء إلينا، أليس كذلك يا أمي؟ لن يتحقق السلام أو ينفذ الاتفاق إلا بعد أن يعيد العرب ما سلبوه من ذهب الإله.